نعم، هو كان المفروض أنه التدخل يكون لوحدة الصف ولوحدة المكون، وإن كان التدخل بأي شكل من الأشكال هو مرفوض، ولكن ينبغي أن تكون النتيجة الطبيعية هي يعني مع وحدة المكون حتى يخرج المكون قوي، هذا هو المفروض. ولكن ما جرى في الواقع هو تغليب لبعض الأطراف على بعض الأطراف الأخرى، لذلك هذا في يعني في المستقبل وفي قادم الأيام سوف يخلق مشاكل، لأن الطرف الذي غلبه الجانب التركي أو الجانب الخارجي سوف يستأثر بجميع القرارات ويعتبر أن المشهد السياسي هو خاص به وهو الذي يرسم هذه الخريطة وهو الذي يقرر بشكل كامل. لذلك هناك إرباك، بعض النواب انسحبوا لجأوا إلى الإطار التنسيقي مع الاتحاد الكردستاني على أساس هذه المواقف، على أساس أنه بعض التيارات السياسية وبعض السياسيين يريدون مصادرة القرار السياسي بشكل كامل ورسم خريطة على أساس تحالفات، وهذه التحالفات لا تهم المكون بشكل كامل أو المجتمع العراقي أو تقدم إنجازات أو خدمات للمواطن، فقط محصورة بالحفاظ على المناصب، إنه إذا حصلت على هذا المنصب فأنا أتوافق مع هذا الطرف، وهذه مشكلة كبيرة. إذا أسست المعادلة الجديدة على أساس أنه بعض الأحزاب هي التي تقود المكونات، فهذا يشكل خطر على الأحزاب التي بدأت بهذا المشروع. مثلا لو في المستقبل أنه بعض الأحزاب السنية تتنفذ وتكون لها السلطة أكثر من تحالف السيادة وأكثر من الباقين من الحلبوسي أو الخنجر، ويكون لهم الكلمة في المكون السني، يذهبون أيضا يعني قضية إقصاء الطرف الآخر أو إبعاده عن القرار السياسي، وكذلك يفعل الإطار التنسيقي وكذلك الاتحاد الكردستاني. كل هذه الأحزاب لو تمكنت في المستقبل وفي الانتخابات المقبلة على هذا الأساس، ما هو رد فعل المقابل وما هو تفسيرهم لهذا العمل؟ هل يقبلون بمثل هذا العمل؟ إذن هم كأنهم يلعبون بالنار ويؤسسون إلى عملية إقصاء واستبعاد سياسي وتصفية سياسية من خلال هذه المعادلة.